استقبلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية سيادة المطران ماريوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك الذي قدم إلى الأردن لتفقد رعيته من المهجرين العراقيين والإطمئنان على أحوالهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. استقبلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية في المملكة الأردنية الهاشمية سيادة المطران ماريوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، حيث تفقد خلال الزيارة مؤمني رعيته السابقة في رحاب مدن المملكة. وضمن برنامج زيارته الرعوية استهل الاحتفالات الكنسية في عمان بترأسه القداس الاحتفالي الذي منح خلاله سري التناول الأول ل 22 طفلا وطفلة من أبناء الرعية بمعاونة الأب فراس دردر راعي الكنيسة السريانية في الأردن والأب مجيد عطالله سكرتير سيادته في كنيسة سيدة الكرمل الهاشم الشمالي بعمان. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى سيادة المطران موشي عظته الموجهة للأطفال المتقدمين للمناولة وقال لهم: اليوم ستقبلون نعمة الفرح وهي جسد ودم السيد المسيح، فحافظوا عليها وكونوا أبناء حقيقيين للكنيسة وواظبوا على تعليمها. وأوصى سيادته ذوي المتقدمين للمناولة بأن يكونوا بجانب أبنائهم ويعلمونهم في المنازل تعليم السيد الأعظم ولا يمنعوهم عن الكنيسة والمشاركة في أسرارها. ونحن نطرى من دون الروح ما نتقسوي ولا شيء هو. فدعوتي لكم جميعا أحبائي الحاضرين ولأخوتي الصغار هو أن نفتح قلبنا حتى هذا الروح يعمل في داخلنا، يجي لنا نعم ونسمحه أن يشتغل في داخلنا، نخلي نفسنا أن ننقاد بقوة روح القدس. هذاك الوقت مسيرتنا، خطواتنا، توجيهاتنا وتوجهاتنا تكون كلها مصونة، لأن روح القدس ما ممكن أن يخدعنا أبداً إنما تكون نهاية لخيرنا وصالحنا. مبروك أحبائي تناولكم الأول، إن شاء الله بعد شوية تأخذون هذا الخبز، هذا الخمر اللي يتحول أيضاً بقوة الروح القدس إلى جسد ودم يسوع المسيح حتى يكون غذاء لكم. وهذا هو أول تناول، بمعنى أن إذا هو أول معناه أكو ثاني وأكو ثالث وأكو بعدين مستمرة، يعني كل ما تجوع على الكنيسة تقول القداس يبقى بإمكانكم أن تهيئون نفسكم حتى تتناولون هذا القربان اللي هو جسد ودم يسوع المسيح. وهذه أيضا فرصة لنا أحبائي أن أولا أهنيكم على تناول ابنكم وأن أنتم أيضا اليوم حتى تشاركون فرحة أولادكم أيضا تتناولون معاهم بهذا الإيمان أنكم كتقربون حتى تأخذون جسد يسوع المسيح ودم يسوع المسيح حتى يكون غذاء لنفسكم وحتى يحميكم ويحرسكم ويحافظكم على أن تكون محافظين على إيمانكم بنعمة وقوة روح القدس وبركة الله. تسمينا أحبائي جميعا باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. وفي اليوم التالي من الزيارة حضر سيادته العرض المسرحي الذي حمل عنوان العرس الأخير على مسرح كلية تيرا سانتا في جبل الويبدة من إعداد وتمثيل نخبة من الشباب والشابات المهجرين العراقيين، حيث عمل على كتابة النص وإخراجه الفنان حنا نيسان بإشراف من الأب فراس دردر.
حضر العرض القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور ماورو لالي وعدد كبير من الشخصيات الرسمية وجموع من الأخوة العراقيين. خطة وصارة بقيت عرجة وكناوح أمي خريثة بابي البوليس قارة تذكر الآن حجاتي وبري أنا مولد بسقارة أنا كاجب لي سقارة حيل حيل وأنا نقش الحجاتة وشالات دبناتة ودراياتة أخني لك إذا خزراء هيمن أخني لك إذا خزراء أخني إيه أخني من الفخر زريته إيه أخني عيال الخاية إيه باخذ خايته منا إيه شينا وصبيوثة شينا وصبيوثة هرب شينا شينا وصبيوثة ديرة أخني عيال تشينا وصبيوثة يا أخي شايخ كل يلن بشينا بشينا وبشلامة واختتم سيادته زيارته بترأس قداس عيد انتقال السيد العذراء الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي بعمان بمعاونة الأب فراس دردر والأب مجيد عطالله بحضور حشود من المؤمنين. وفي عظة سيادته هنأ الجميع بعيد انتقال والدة الإله بالنفس والجسد إلى السماء طالبا من والدة الإله أن تكون مع كل معوز ومحتاج من عراقيين داعين الجميع أن يرفعوا صلاتهم لأجل الأردن المستضيف لهم في أيام ضيقهم وأن يحفظ قيادته وحكومته وشعبه وأن يعم السلام على العراق والعالم أجمع. أمنيتي لكم في هذا اليوم المبارك أحبائي أن تتوفقوا في حياتكم وتجدوا الطريق الصحيح الذي يقودكم إلى الخلاص خلاص نفسكم نعم وخلاص أيضا حياتكم لكيما تكونون في مأمن وتستقرون حيث تكون لكم المجال حتى تعيشوا براحة وبحرية إيمانكم ولا تنسوا دائما أينما كنتم أنكم أبناء أشخاص ماتوا وعانوا وضحوا دماءهم وعروقهم لكيما يجعلوا اسم المسيح دائما يتلألأ في محيطهم هذه رسالتنا هذه رسالتكم أينما كنتم أن تعملوا لكيما تجعلوا اسم المسيح هذا أن يتلألأ من خلال مواقفكم وبركة الله تشملنا جميعا أحبائي باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.